السلام ومرحبا بكم معايا اليوم في هذا الفيديو آه ان شاء الله غادي نبدا معكم واحد السلسله ديال آه آه الامراض اللي كتصيب الببغاوات وكتصيب الطيور عامه وان شاء الله غادي يكون هذا هو الفيديو الاول ومره مره غادي نبقى ننزل فيديو على نوع من الانواع ديال الامراض اللي كتصيب يا اما كتلقى كتصيب الببغاوات عامه يا اما بعض الانواع كتخص يعني بعض الانواع المهم حنايا في لي فيديو غادي نشرحو ان شاء الله كل شيء واليوم ان شاء الله غادي نطرق لواحد الموضوع وغادي نحاول نتكلم بواحد اللغه واضحه باش يفهمني الجميع أه واحد الداء اللي هو شائع سميتو داء الرشاشيات وهو واحد المرض فطري وشائع بين الطيور كتسببه واحد النوع ديال الفطريات من جنس هاد الرشاشيات يعني باللغه العربيه سميتها الرشاشيات هي فطريات وهو مرض تنفسي هو غير معدي ولكن كيصيب الجهاز التنفسي عند الطائر وهذه أه وهاد الفطريات هذه موجودة يعني موجودة في كل ما في كل مكان في البيئة ولكن كتتطور يعني بشكل بواحد شكل انتهازي في الطيور وماشي جميع الطيور يعني واحد الطيور اللي عندها كان خصو بالذكر عندها انخفاض في المناعة يعني فاش يكون طائر عنده انخفاض في المناعة يكون اكثر عرضة للاصابة بهذا النوع ديال الفطريات يعني باش نقول لكم أه الاسباب ديالو هو عنده سبب واحد هو هذا اللي قلت لكم السبب ديالو هو انخفاض في المناعه او كاين واحد السبب اخر الا كان هاد, هاد الطائر عنده شي مرض مزمن اخر وتوجو يعني كنبقاو في نفس الحلقه يعني عنده انخفاض في المناعه فاش كيكون عنده شي مرض مزمن دونك كان عنده انخفاض في المناعه وشنو اللي كيسبب لنا هذا الانخفاض في المناعه هو سوء التغذيه اللي ديما كنهضر عليه انا يعني في الفيديو ديالي يعني وخصكم تاخذوها يعني بجديه هي ان سوء التغذيه كيؤدي بزاف ديال العواقب اللي وخيمه وحنا باش نعرفوا يعني نتعرفوا على المرض وخصنا نكونوا كنعرفوه باش فاش كنشوف الطائر ديالي يعني فيه شي اعراض من فيه شي يعني واحد من هاد الاعراض اللي غادي نقول لكم يعني نعرف شنو عنده ونعرف شنو غادي ندير الوغ الاعراض ديالو الاعراض ديال هاد هاد الداء الفطري ولا هاد الداء الرشاشيات يعني اول حاجه كتكون صعوبه في التنفس عند الطائر المصاب او كيكون عنده فقدان في الوزن وكتلقاه أه حاني يعني السجود بحال اللي ساجد كتلقاه حاني كتكون عنده عدم القدره على الطيران أه فقدان الشهيه كيكون عنده واحد عسر في الهضم وخلاص كما قلنا ضيق في التنفس ويمكن يصاحب هذا الشيء هذا واحد الاسهال واحد القيء يعني في بعض في بعض الاحيان وممكن تجي اون كريز يعني ممكن يتصاب فجاه بواحد دائق بواحد الضائقه تنفسية اللي مرتبطه بانسداد القصبه الهوائيه ديالو فاش كتنسد القصبه الهوائيه كتجي ديك الضائقه بحال اون كريز كيمشي له الصوت يعني ما ما كيبقاش كيدير الاصوات وكيولي كيدير بحال الصرير بحال اللي كاينين وكيبقى كيتنفس بالمنقار ديالو مفتوح ويمكن يمكن تكون عندو كذلك واحد من الاعراض اللي هو تمايل الديل كيسميوه تمايل الديل بحال اللي الديل ديالو كيبقى كيتمايل كي, كيحني الوغ هاد الداء هذا هذا شائع عند 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 الطيور وخاصة يعني خاصة الأنواع المصابة بشكل خاص هما آه الببغاء الإفريقي وغالبا يعني الطيور المائية والجارحة اللي كتكون كتعيش في البرية والبيونيس ألو هنا فاش نشوف أنا عند الطائر ديالي واحد من هاد الأعراض هادو أو لا المهم قاع هاد الاعراض يعني جميعها او البعض منها يعني ضروري ضروري خصني نديه للبيطاري لحقاش هذا يعني مرض قاتل هذا مرض قاتل يعني الاغلبيه كيموتوا فاش كيجيو هذا المرض هذا والضيق في التنفس كيموتوا دونك خصني اون فوا نشوف عنده هاد الاعراض هادو نديه للبيطاري يعني بدون تاخير وهو غادي يدير له التشخيص ديال الحاله وغادي يعطيك تريتمون غادي يعطيك الـ الـ يعني الادويه اللي غادي تستعمل وكما ديما كنقول لكم يا يعني انا الوقايه خير من العلاج يعني الطائر ديالي أه نظم له أه التغذيه ديالو يكون عنده واحد النظام غذائي متوازن نعطيه الخضار نعطيه الفواكه يوميا كنرجع كنقولها وكنعاودها الفواكه والخضار يوميا ضروري ياكلها يعني غادي نوريكم ان شاء الله حتى كاع الطائره الا ما كانش كيبغي ياكل الفواكه والخضار غنوريكم واحد الطرق كيفاش تخليوه ياكلها ان شاء الله وخلاص ناخذ له الحبوب اللي كيبغي كي اللي كي هذا هذيك نحطها له يعني حتى ياكل الفواكه والخضار عاد نعطيه هذيك الحبوب نخليها له في, في القفص ديالو والنظام الغذائي ديالو نهتم به جيدا ونهتم بالنظافه ديال القفص ضروري ننظف القفص لحقاش الطفيليات فين كتكاثر كتكاثر في داك الوسخ وديك الاعفان اللي كتكون في القفص الوغ نهتم بالنظافه ديال القفص ما نخليهش انا مده طويله حتى يعفن ضروري خصني يوميا يعني يوميا نهتم به نضف له القفص ديالو نضف له دوك يأكل. دوك الزليفه فين كياكل دوك لي وكذلك هو طائر نضفو يعني دائما نرشو بالماء وخل التفاح ما نحتاجش يعني نستعمل شي ادويه ولا شي رشاش شي بخاخ نشريه من برا فقط يعني لتر من الماء كندير فيه معلقه او جوج ديال خل التفاح جوج معالق كبار ديال خل التفاح ورش الطائر ديالي يعني جوج المرات في السيمانه وتكون الشميشه نحطو يتشمش لحقاش اشعه الشمس يعني راه واحد العامل كبير كتلعبو في انها تقتل هذا النوع ديال الفطريات واي نوع ديال الفطريات اشعه الشمس ضروريه يعني كما كتشوفو معايا هنا, هنا في الفيديو فيديو الطيور ديالي هاد الجوج غسلت له وغسلت لهم هاد لاكاج اللي كنخرجهم فيها هادي غير كنخرجهم فيها على برا فاش كنبغي نخرجهم كتجيني هادي ساهله صغيره كنديرهم هنايا وغسلتها وهما رشيتهم بالماء وخلت التفاح وحطيتهم في الشميسه حطيتهم يعني تقريبا شي نص ساعه حيت هنا شويه الشمس حاره كنخليها حتى لمور العصر عاد كنخرجهم يعني باش ما تضرهمش وخليتهم تقريبا واحد نص ساعه كيتشمسو يعني هاد الامور هادي فاش كنتبعها وكنكون يعني يعني جدي جدي في هاد الامور هادي مع الطائر ديالي ماكيتصابش يعني ما كيمرض يعني الامراض تقدر تكون يعني منعدمه او تقدر تكون قليله قليل الا مرض لي دونك نتبع هاد النصائح هادو وما نستريسيهش يعني ما نضغطش عليه داك لو ستريس حتى هو كيدير الامراض يعني ما نستريش الطائر ديالي وما نضغطش عليه ولا نبغي نعلمو شي حاجه يعني بالقوه ولا نبغي نوكلو بالقوه لا غير بشويه يعني نتعامل معاه نديرلو الحاجه نعلمو الحاجه ولكن يعني ناخذ معاه الوقت الكافي المهم هادو هما النصائح ديالي يعني الا بغيتو الطائر ديالكم يعني يكون عايش واحد الحياه اللي هي صحيه وزوينه ويبقى لكم يعني مده طويله يعيش لكم يعني مده طويله ان شاء الله الوغ بالنسبه لهاد السلسله كما قلت لكم ديال الامراض كل مره غادي نبقى نعطيكم يعني معلومات حول الامراض و كان شي مرض عنده شي يعني شي شي تريتمون يعني شي دواء اللي هو طبيعي غادي نقول لكم ما كانش وكان الامر كيستدعي البيطاري يعني راه ضروري خصك تديه للبيطري وان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات قديمه وشكرا على المشاهده وشكرا على الدعم ديالكم شكرا بزاف والى اللقاء ان شاء الله